في اطار العقد اللي كيجمع الشركه ديالنا بجماعه القنيطره، فاحنا كنقوموا بتدبير قطاع النظافه في منطقه المعموره. كنقدموا مجموعه من الخدمات اللي هي اساسا جمع النفايات المنزليه، كنس الارصفه عن طريق الكنس الميكانيكي وعن طريق الكنس اليدوي، غسل الارصفه وجمع بقايا البناء والنفايات الخضراء. هاد الخدمات هذه كنقوموا بها بفضل المجهودات ديال واحد العدد العمال اللي كيبلغ 315 عامل، عن طريق واحد الاسطول ديال الشاحنات اللي متعدده التخصصات اللي كيبلغ 23. ما يخص مرفق النظافة بمدينة القنيطرة هو يدبر من طرف ثلاث شركات. فيما يخص منطقة المعمورة فقد أبرمت الجماعة خلال سنة 2015 عقد تدبير مفروض مع إحدى الشركات اللي من خلالها تم الرفع من مبلغ الاستثمارات بحوالي 240%، كما تم بحيث تمكنا من الرفع من عدد الآليات والمعدات، كما تم الرفع من خلال هذا العقد هذا من عدد العمال بنسبة 50%، بحيث العمال في منطقة المعمورة خلال العقد السابق كان لا يتعدى 200 عامل، الآن أصبح حوالي 300 عامل. ما يخص منطقة الساكنية فالجامعة قامت بدراسة الجدوى، ومن خلال هذه الدراسات تمكنا باش نحدوا الاليات والمعدات والحاجيات اللي ان شاء الله غادي البلد غتستمر فيها، كما تم تحديد عدد العمال اللي غادي يكون ان شاء الله كافيين سواء فيما يخص عمليه الجمع او عمليه الكنس. ومن خلال هذه الدراسه هذه يعني تم الاعلان عن عرض عن طلب العروض، وان شاء الله في الشهر المقبل ان شاء الله غادي يكون فتح الاضرفه حتى نتمكن من اختيار الشركه اللي ان شاء الله غادي تدبر هذا المطار خلال 7 سنوات القادمه. فيما يخص الشق ديال المراقبه فالجماعه تتوفر على خليتين، خليه بمنطقه الساكنيه وخليه اخرى بمنطقه الجامعه بمنطقه المعموره، بحيث هذه الخليتين كيقوموا يوميا بمسح مجال الخدمه للشركتين، ويتم تسجيل كل الاختلالات والمخالفات، ويتم في حينها يعني ارسال هذه المخالفات للشركه من اجل تصحيحها، وفي حال تلكؤها فالجماعه في هذا الاطار هذا تكون ملزمه بتطبيق الجزاءات طبقا لمقتضيات العقد.